شملت قضاء الدوايا بمشاريع عدد ثلاثة ضمن خطة الطرق والجسور، حيث كانت تعاني هذه المدينة من قلة الخدمات وفي هذه المناطق، وكانت تشكل نسبة 65% من سكان المدينة. تم شمولها ضمن صندوق عمارة ذي قار لعام 2021 و2022 بمشاريع عدد خمسة. تم إنجاز مشاريع أربعة بنسبة إنجاز 100%. المشروع رقم خمسة وصلت نسبة الإنجاز بحدود 97%. إن شاء الله في غضون الأيام القليلة القادمة سوف ينجز المشروع وتدخل الخدمة، ويتم إنجاز كافة المشاريع ضمن القرى والأرياف في قضاء الدواي. نحن الآن واقفون على المراحل الأخيرة لإنجاز أعمال طريق العساف. أنا نائب ضمن أعمال صندوق عمار ذي قار لعام 2021، حيث بلغت نسبة الإنجاز للمشروع حاليا 97%، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة الثلاثة سوف يتم إنجاز المشروع بالكامل. طبعا المشروع ضمن خطة صندوق عمار 2021. الجهة المستفيدة مديرية طرق الجسور ذي قار، الشركة المنفذة حاليا هي عيون الرشال للمقاولات، وإن شاء الله سوف يتم خدمة القرية وإيصال الطريق للقرية ليكون سالك. حقيقة نشكر جميع ساهم بهذا الشارع، وهو شارع منطقة العساف قبيلة بن سعيد الواقع في قضاء الدواية. وهذه المنطقة حقيقة منطقة العساف في زمان النظام السابق والله العظيم منكوبة، منطقة محرومة من كل الخدمات، محرومة من الشارع العام، كانت محرومة من مستوصف، ماكو مدارس متلكئة. لهسه عندنا مدرسة استاد ابتدائية حلوا بس البتلو، لهسه صار لها 7 سنوات، وهسه مدرستنا مدرسة الشيماء، مدرسة ابو الفضل العباس كرفانات لهسه، واحنا هاي حقيقة محرومين من كل الخدمات. والله استاذ من قديم الزمان ماكو تبليط، يعني منطقة نائية وهورية ويعني مأساة، طريق مأساة، منطقة العساف، العساف ثلاث قرى، الصقر والعساف والعاصي. تابعة لبن سعيد. نعم للدواي. يعني من قديم زمان مدارس، ثلاث مدارس هسه قدامها ما كتبليط، مستشفى منهار، مستشفى نموذجي دوامه يعني بشكل انفس، قاعد معلمين نجيبهم، انا اجيبهم بكاروبه. شنو رايكم بالعمل؟ والله العمل خير من الله، ونشكر جهود صندوق الاعمار والمقاول. طبعا هاي قرى بها تقريبا 5 قرى قال عايد العساف، باضافه العشائر الاخرى المجاور لها، وهي الحصونه بيا سيدنا الفواد ام هاشم، العلويه اللي هم تعاني من قله الخدمات هسه لحد الان تو يعني باشروا بالجسر الاول، هو هالمعضله طريق صندوق الاعمار. فمنطقه العساف كثيره بعشائرها، بس سبحان الله يعني هذا الخدمات ما جايتها الا بهاي الفتره الاخيره، واحنا نعاني ونعاني من هذه الخدمه. ان شاء الله بدايه خير وجهود خيره من خيرين قاموا بهاي الانجازات. Thank you.